هننتقل إلى موقع الشروق وخبر الحقيقة بيخص السياحة، خبر جميل. وزير السياحة والآثار بيتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق موكب المومياوات الملكية. النهاردة يعني بنتكلم عن صرح وحاجة هيشهدها العالم كله، بيجتمع دكتور خالد عنين وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أمس الخميس مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات ومسؤولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعدادا لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة، وده في إطار استعداد وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحدث اللي بيعد الأول من نوعه في العالم لنقل 22 موميا ملكية في موكب عالمي مهيب من مكان عرضه الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. كمان بيتم مناقشة خط سير الموكب والديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية اللي هتستخدم لتزيين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب، وكمان تصميمات الملابس والأزياء اللي هيرتديها المشاركون في الاحتفالية والموسيقى المصاحبة لهذه الاحتفالية بإذن الله. يعني خبر أكيد صار.